امبارح كان اليوم الرابع من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وكان فيه مباريات قوية جدا. بدأت بمباراة رومانيا وأوكرانيا اللي انتهت بفوز رومانيا 3-0. المباراة الثانية جمعت ما بين سلوفاكيا وبلجيكا اللي فازت فيها سلوفاكيا بهدف على بلجيكا. أما المباراة الثالثة فجمعت ما بين فرنسا والنمسا واللي انتهت بفوز منتخب الديوك بنتيجة 1-0. هنتعرف على تفاصيل المباريات دي مع حسام حسن الناقد الرياضي اللي معانا على الهواء. صباح الخير. صباح الخير استاذة جمانة. صباح الخير استاذ عبده. كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. يعني في البداية بقى، لو تكلمنا عن مباراة رومانيا وأوكرانيا، مباراة كانت الحقيقة مباراة قوية، لو تقول لنا بقى بعض التفاصيل عنها. خليني بقى في البداية نقول لك ان في تطور الكرة القدم الحديث ما بقاش فيه منتخب قوي ومنتخب ضعيف. لان الكرة دلوقتي، المنتخبات دلوقتي او الفكر الخططي بالنسبة للمدربين بقى هو الشغل كله على أرضية الملعب. يعني المنتخب الروماني امبارح قدر ان هو يكسب منتخب أوكرانيا بأقل استحواذ، ووصلت نسبة الاستحواذ 29%، وده يدل ان ده شغل مدير فني على أرضية الملعب. وان المنتخب الروماني قدر يعني يطبق افكاره على أرضية الملعب بالكرة الواقعية وبعيدا عن الترند والافكار المعقدة. يعني المنتخب الروماني اعتمد على الفكر او الفكر الدفاعي مع التحفظ في عمليه الزون ديفنس او الكامباك بطريقه اللعب 4-1-4-1، والاعتماد على التحولات السريعه والتسديدات من خارج المنطقه. قدروا يضربوا المنتخب الاوكراني. فالمنتخب الاوكراني عانى الشوط الاول وعانى الشوط الثاني من التكتل الدفاعي اللي قدر يعمله المنتخب الروماني. فعايز اقول لك ان دي من اول المفاجات ويوم المفاجات فعلا بالنسبه لبطوله اليورو. ده ممكن يعزز فرصها يا استاذ حسام، يعزز فرص رومانيا انها تصعد للدور اللي بعده؟ بالتاكيد طبعا. عايز اقول لك احصائيه سريعه برضو، اكبر فوز بالنسبه لرومانيا خلال بطوله اليورو هو المباراه دي. وعايز اقول لك حاجه كمان، ان ده اول مكسب بالنسبه للمنتخب الروماني خلال من خلال 24 سنه. صحيح. يعني من خلال بطوله 2000 قدر المنتخب الروماني يكسب المباراه دي. فدي كل ده دفع نفسي بالنسبه للمنتخب الروماني. طيب بالنسبه لمباراه سلوفاكيا وبلجيكا واللي فازت فيها سلوفاكيا على منتخب بلجيكا بنتيجه 1-0، شايفها برضو يعني فيها نفس المفاجات بتاعه مباراه رومانيا واوكرانيا؟ انا شايف ان بلجيكا يعني سقطت في فخ فعلا امام سلوفاكيا، وكالزونا المدير الفني بالنسبه لسلوفاكيا قدر يتعامل مع المباراه بشكل كويس جدا. يعني باسلوب دفاع منظم نجح في ايقاف الاسلحه الهجوميه بالنسبه لبلجيكا، واستغل خطا فادح من دوكو ليخطف الهدف الفوز فعلا. اما ديديسكو المدير الفني بالنسبه لبلجيكا، يعني عايزين نقول ان هو ما قدرش يقرا منتخب سلوفاكيا بشكل كويس جدا. التشكيله بالنسبه له ما كانتش غير منظمه بشكل كبير جدا، وهو عدم توظيف دوكو او الربط ما بين اونانا ومانجيلا في نص الملعب، ان هم ما قدروش يوصلوا الكره لدي بروين بالشكل اللي هو يقدر يلعب بيه لوكاكا او يعمل الخطوره اللي في العمق. شفنا غياب تام للاعيبه بلجيكا او توهان. يعني انا يعني شايف نتيجه بلجيكا وسلوفاكيا الخطا كله من عند المدير الفني، هو توظيف اللعيبه على ارضيه الملعب مش الحاله دي. منتخب بلجيكا فيه لعيبه قويه. ما انا بقول لك ده شغل مدير فني، هو اختار بلان معين يشتغل عليها، ما قدرش يقرا منتخب سلوفاكيا. وانا في بدايه الحلقه قلت لك ان الكره الحديثه ما بتعتمدش بس على الكواليتي اللعيبه، لا بتعتمد على الاداء الخططي او التكتيك بالنسبه للمدير الفني. تمام. طب يعني بلجيكا من الفرق المرشحه انها تكسب يورو 2024، وطبعا فريق قوي جدا وليه تاريخ ورصيد في بطوله كاس امم اوروبا اليورو. هل ده او الماتش او خسارتها امام سلوفاكيا ده ممكن ياثر على الاداء في المباريات المقبله بالنسبه لفريق بلجيكا؟ بلجيكا لو لاحظنا الشوط الثاني لعب لما قدر المدير الفني يوظف كل لاعب في البوزيشن بتاعه. لما شفنا دوكو بدا ينزل ثاني في العمق ورجع مكانه مالينجا. صحيح. شفنا التغيرات دي حصلت على ارضيه الملعب، تقريب الخطوط ما بينهم او الربط ما بين اونانا والاظهره والتقديم على الاظهره. شفنا منتخب بلجيكا راح اكثر من كوره. ممكن نقول لوكاكو يعني الراجل راح له 4 كور الشوط الاول،
وما حرصش ولا هدف، وكلها اهداف محققه. ولكن المنتخب البلجيكي منتخب قادر ان هو يصعد طبعا من المجموعه، منتخب قوي، ولكن زي ما قلت لحضرتك هو شغل المدير الفني او التوظيف بالنسبه لمنتخب بلجيكا، وده وارد يعني حصل مع المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي معاه سكواد قوي جدا ومعاه كواليتي لعيبه قويه جدا، ولكن المشكله في المدير الفني بالنسبه للمنتخب الانجليزي مش قادر يوظف اللعيبه بشكل كويس جدا. حتى شفنا ارنولد بيلعب في نص الملعب يعني، ومفيش لينك ما بين بلينجهام او فودن في نص الملعب. صحيح. فدي كلها مشاكل، او يعني احنا بنقول ان بيرجع الشكل الخططي للمدير الفني او قرايته للمباراه ممكن تكون عكس ما اراها. هي انه مباراه امبارح كلها كان فيها مفاجآت، وبالنسبه للمباراه حتى الثالثه والاخيره مباراه فرنسا والنمسا، صحيح الفرنسا منتخب الفرنسي فاز على النمسا بنتيجه 1-0، بس شايف ان النتيجه دي نتيجه متوقعه منتخب فرنسا؟ المنتخب الفرنسي بدأ المباراة بشكل كويس جدا، وعايز اقول لك ان منتخب النمسا من ضمن المنتخبات اللي انا مرشحها تكون حصان اسود في البطولة بشكل كبير جدا. قدروا يتعاملوا مع المنتخب الفرنسي على ارضية الملعب يعني ند بند. المنتخب الفرنسي يعني اعتمد على التحولات الهجومية والاداء الفردي للجناحين بالنسبة لديمبلي او امبابي. شفنا كانتي ان هو قدر يعني هو العصب بتاع نص ملعب فرنسا وافتكاك الكرات والتحولات السريعه اللي كانت بتروح لجريزمان اللي كان غايب يعني هنقول في بعض مجريات المباراه. وشفنا وجود رابيو في نص الملعب برضه بوكس تو بوكس وازدواجيه الافكار اللي كان بيعملها وبيخدم عليها لامبابي او ديمبلي. منتخب الفرنسي معاه سكواد قوي جدا، معاه حلول، معاه لعيبه بتقدر تعمل احلال وتجديد وتخترق في العمق بشكل كبير جدا. زي ما قلت لك برضه منتخب النمسا منتخب قوي، حتى شفنا منتخب النمسا طوال ال 90 دقيقة بيحاول وقافل خطوطه بشكل كويس جدا. قدم ماتش حلو جدا. بالظبط. أربع أيام أستاذ حسام من عمر بطولة يورو 2024، كلمنا كده عن أبرز الإحصائيات والأرقام للبطولة لحد دلوقتي. بطولة أحرز فيها 25 هدف حتى الآن، المنتخب الألماني في الصدارة طبعا بخمس أهداف، أكثر الفرق استحواذا هو المنتخب الألماني ب 72.5، أفضل خط دفاع حتى الآن هو المنتخب الأسباني اللي قدر يكسب المباراة الأخيرة 3-0 والحفاظ على نظافة شباكه. طيب برضو يعني خلينا نعرف آخر أخبار مبابي بعد الإصابة. بالظبط، هو مبابي كانوا اخر يعني الطاقم الطبي بالنسبه للمنتخب الفرنسي قال لك ان هو مش هيعمل عمليه جراحيه، ولكن ممكن ان هو يلبس قناع، ولكن الامر ده متروك لريال مدريد طبعا ان هو يكمل البطوله او يكمل الادوار الاقصائيه. لكن مبابي المباراتين اللي في دور المجموعات انا شايف ان هو مش هيلعبهم او هيكون بعيد، لان الطاقم الطبي قال لك ان هو يحتاج من فتره من الراحه يعني. جميل. طب سريعا استاذ حسام، بتشوف مين المرشح الابرز للفوز ببطوله يورو 2024؟ عايز اقول لك برضو ان الفرق يعني شفنا اسبانيا وشفنا ايطاليا وشفنا المنتخب الالماني ولسه ما شفناش البرتغال. يعني عايز اقول لك ان انا حتى الان انا شايف المنتخب الايطالي او المنتخب الاسباني مع المنتخب الالماني دول ند قوي جدا. مع المنتخب الانجليزي لو قدر ان هو يفوق من الحاله اللي هو فيها ويستخدم الاسكواد ده بشكل كويس جدا على ارضيه الملعب هيكون طفره كبيره جدا. بس انا من وجهه نظر ومرشح بشكل كبير جدا المانيا. لان المانيا اول مباراه وجهت رساله شديده اللهجه ان هي مش منتخب بس ان هو هيصعد من المجموعه او ان هو مستضيف البطوله، لا هو منتخب قادر ان هو يعني يخطف البطوله وسط المنتخبات دي كلها كاداء وكامور تكتيك على ارضيه الملعب. يعني شكلها هذه النسخه من كاس اوروبا او يورو 2024 هتحمل مفاجآت كثيره. بشكر حضرتك جزيل الشكر حسام حسن الناقد الرياضي.